ست ميداليات في المجموع، أربع ذهبيات وفضيتان، حصيلة مميزة وسابقة في تاريخ الكاراتيه في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم الكاراتيه الجزائري يكتب تاريخ كبير جدا، للمعلومة أنه ولو في تاريخ مرة في تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط بلد يفوز بست ميداليات، ولأول مرة الجزائر تفوز بأربع ذهب واثنين فضة ولا ميدالية برونزية، يعني ستة في نهائيات من أصل عشرة أصناف. الرياضيون والمسؤولون عن اتحادية الكاراتيه رفعوا سقف الطموح عاليا، فكانت النتيجة مبهرة وتوالت الميداليات بعد أن أهدت سيليا ويكان أول ذهبية للجزائر في الألعاب المتوسطية وهران 2022. هذا الريزلتا ما جاش بالساهل، كانت بكثير من المجهودات بوكو ساكريفيس، درنا بزاف دي ستاج كواكسو سوا ناسيونال ولا انترناسيونال، فهاد النتائج كانت متوقعه عليها باسكو انا بوكو ساكريفي. لا بريباراسيون اللي درناها مع ليكيب ناسيونال، لي ستاج تعب، درنا دي ستاج دو بليس دو 20-15 جور، دون سي ديبلاسي لترونجي في الجوردانية في ليجيبت، دونك honnêtement psychologiquement moralement physiquement j'étais prête à monter sur la plus haute marche du podium. احتضان المنافسة على الأراضي الجزائرية حافز للرياضيين، وحضور الجماهير دافع يشجعهم لتقديم الأفضل، فكان اختصاص الكاراتيه متميزا في انتظار المزيد مع بقية المنافسات.